شلت ورم من المثانة بالمنظار من سنة، والدكتور قال لي انت هتتابع بالمناظير بعد كده. واضح من السؤال ان بنتكلم عن النوع الاول من اورام المثانة، وهو اورام المثانة السطحية، يعني ان الورم اللي الدكتور دخل عمل منظار لقى الورم موجود في داخل تجويف المثانة، عمل له استئصال كاملا بالمنظار، واخد عينة من جدار المثانة من جدر الورم، واتبعت للتحليل في معمل تحاليل الأنسجة اللي اظهرت ان الورم سطحي، ورم غير حميد تمام، لكن هو سطحي لم يصل الى جدار المثانة، لم يصل الى خرسانة المثانة، وبالتالي هو ورم سطحي. نعمل ايه؟ الدكتور قال لي خطة العلاج والمتابعة: 1، انت اتعمل لك استئصال كامل. 2، انت محتاج علاج وقائي مناعي او كيميائي بيبقى موضعي داخل تجويف المثانة باستخدام قسطرة بولية وله شكل معين او طريقة معينة. ثم المتابعة الدورية، والمتابعة الدورية دي الجدول ده بنكتبه للمريض طبقا لنوع الورم، حجم الورم، عدد الأورام اللي كانت داخل المثانة، نشاط الورم، وجود بعض التغيرات في جدار المثانة مثلا. كل دي حاجات بتحكم على تحديد جدول متابعة أورام المثانة السطحية، سواء كل 3 شهور، كل 6 شهور، 3 شهور، 9 شهور، كل دي جداول ممكن نلاقيها، لكن بنختار منها الجدول المناسب لكل مريض طبقا لحالته الصحية. النصيحة انك يا مريض تهتم بجدول المتابعة. اهمالك لجدول المتابعة قد يعيد الساعة للصفر. نبدأ تاني من الاول، يلا من الاول نرجع، ده ظهر ورم تاني هخش اشيله تاني، هعمل له حقن تاني، هاخد متابعة تاني بمناظير تاني. تقدر تتجنب كل المرحلة دي بانك تتابع صح في ميعادك اللي الدكتور حدده لك، علشان تقدر تمشي على جدول المتابعة والوقاية من الأورام. في قسم أورام الكلى والمسالك في مستشفى اسكندرية للكلى والمسالك، نظام المتابعة ده نظام ثابت مكتوب، جدول زمني على الكمبيوتر، هيبقى فيه تواصل مع المريض باستمرار، مفيش حاجة اسمها عمل العملية يبقى بقى المريض لما يحب يجي لا، في تواصل، في اتصال سواء هاتفيا او بالايميل، علشان يبقى في استمرارية تواصل بين قسم الاورام وبين المريض، علشان ما نحبش نشوف المريض تاني كمريض، لكن نحب نشوفه معافى من المرض، ربنا يديم عليه الصحة والعافية. خلينا ناخد بريك ونرجع لحضرتك.